بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي قوله تعالى: للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. يؤخذ من هذا أن النساء تستحق الميراث من أقاربهن كما يستحقه الرجال، لا فرق بينهم في ذلك بموجب القرابة. وأما الأنوثة والذكورة فإنها لا فرق فيها من ناحية الاستحقاق، وإن كان هناك فرق في المقدار كما يأتي. وفي هذا رد على أهل الجاهلية الذين يحرمون النساء من الميراث ويجعلونه للذكور فقط. وفيه رد على الذين يتهمون الإسلام اليوم بأنه يظلم المرأة، بل الإسلام والحمد لله هو الذي أنصف المرأة، انتشلها من الذل والهوان اللذين كانت تعاني منهما في المجتمعات الجاهلية والمجتمعات الكافرة. فالإسلام أعطاها الميراث، بينما كانت الجاهلية تمنعها من الميراث، تبخس حقها، وأعطاها حق الصداق إذا تزوجت، وأنه حق لها يجب دفعه إليها، ولا يؤخذ منه إلا ما طابت به نفسها. وجعل لها حقا، جعل لها سبحانه وتعالى حقا على زوجها كما أن لزوجها حقا عليها. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. ولهذا منع الله التعدد إذا كان فيه إجحاف وعدم قيام بالعدل الذي يستطيعه الزوج، وهو الإنفاق والكسوة والسكنى والمبيت. قال تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وهذا إنصاف للمرأة من أن يظلمها الزوج ويعتدي على حقوقها. ولهذا قال جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. ومع التعدد فإنه لم يكن تعدد مطلقا، بل تعدد الذي يستطيع معه الرجل القيام بحقوق الزوجات، وذلك بأن قصره الله على 4 زوجات، بدل أن كانوا في الجاهلية يتزوجون الأعداد الكثيرة من النساء ويظلمونهن ولا يقومون بحقوقهن. وكل هذه الأمور والحمد لله وغيرها تدل على إنصاف الإسلام للمرأة. وأيضا الإسلام صان المرأة وحماها وأمرها بالحجاب وأمرها بالتعفف وترك التبرج بالزينة التي تفتن الناظرين إليها، كل هذا لأجل صيانتها وعفتها. وحرم الخلوة بها مع رجل ليس من محارمها أو ليس زوجا لها
حفاظا عليها وعلى كرامتها، وحرم أن تسافر بدون محرم من أجل حمايتها لئلا تتعرض للكلاب الضارية من البشر. كل هذه الأمور تدل على أن الإسلام أنصف المرأة إنصافا عظيما يليق بها. ويؤخذ من هذه الآيات الميراث من مال القريب، وأنه يشمل القليل والكثير، وهذا أحد أسباب الميراث. القرابة هي أحد أسباب الميراث، لأن الميراث له أسباب ثلاثة: إما نكاح، وإما ولاء، وإما نسب وهو القرابة، والذي معنا الآن هو الثالث وهو الميراث بالقرابة. ويؤخذ من هذه الآيات أن المواريث تكون بحسب ما قدر الله سبحانه وتعالى من فروضها، لا يزاد أحد على حقه ولا ينقص من حقه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. فلا يجوز لصاحب المال أن يعطي أحدا من أولاده دون الآخر، ولا يجوز له أن يوصي بعد موته لوارث من ورثته إلا برضا الآخرين، لأن المال صار لهم فلا يجحف في حقهم. ويؤخذ من هذه الآيات أيضا أن الميراث من مال القريب أو مال الزوج أو مال المعتق أو مال المعتق، وهو الإرث بالولاء، أنه يشمل القليل والكثير، ولا يختص الميراث بالمال الكثير، بل إنه أيضا يكون في أقل شيء، فلكل نصيبه، قوله تعالى: مما قل منه أو كثر. وقوله نصيبا مفروضا، أي أن الله جل وعلا فرضه وقدره بنفسه سبحانه وتعالى، ولم يكله إلى غيره، مما يدل على حساسية هذه المواريث. وفي الآيات دليل أيضا على أن التملك الفردي في الإسلام أنه مشروع، لأن الله جعل المال للإنسان في حياته، فإذا مات صار لورثته، والإرث هو أحد وجوه التملك، لأن التملك يكون بالإرث، يكون بالهبة، يكون بالكسب، إلى غير ذلك. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.